يوم مهم بالنسبة للمجموعة العمران. علاش؟ لأن اليوم إن شاء الله غادي نطلقوا بالعمل بواحد المنصة الرقمية جديدة واللي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تحسن من الشفافية ديال في التعامل ما بين مجموعة العمران والمواطنين المغاربة. هذه المنصة الرقمية اللي هي جزء من واحد المنظومة معلوماتية أكثر شمولية وأكثر تكامل اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل غادي تشمل جميع الأنشطة ديال مجموعة العمران. ولكن اليوم بدينا بهذه المنصة اللي تتعلق بالتعامل ديال المواطنين مع المنتوجات المعروضة للبيع في الشباك المفتوح. هذه المنصة الرقمية اللي غادي تنطلق اليوم إن شاء الله بطريقة رسمية بشكل رسمي غادي تمكن المواطنين المغاربة إن شاء الله الرحمن الرحيم أنهم أولا وهذه كخدمة أولى يولجوا جميع المعلومات المتعلقة بجميع المنتجات المعروضة للبيع من طرف جميع مجموعة العمران في الشباك المفتوح. من تنتكلم على جميع المعلومات ما يخص التموقع، ما يخص النوعية، المساحة، النوعية، واش مسكن أو محل تجاري أو بقع أرضية، وكذلك والأهم من ذلك الثمن. يعني الثمن غادي يكون منشور بطريقة شفافة وغادي يكون جيولوكاليزي هاد المعلومات جيولوكاليزية بحيث أن المواطن يعني ما محتاجش أنه يمشي حتى الوكالة أو أنه يعني يتنقل المكان المنتوج. فهذوك المعلومات كلهم غادي يجي عنده الحاسوب دياله أو الهاتف الذكي دياله. والخدمة الثانية وهاد الخدمة الأولى إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يستفدوا منها حتى مغاربة العالم بأن هاد المنتوجات كلهم غتمشي عندهم المنزل ديالهم عوض أم أنهم يتنقلوا. الخدمة الثانية هي تدبير الشكايات حيث أن أي مواطن إن شاء الله عنده واحد الشكاية ممكن أنه يوضعها عبر المنصة الرقمية ويمكن له غادي توصل بواحد الاسماس مع واحد الرقم ديال الشكاية ويمكن له أنه يتبع هاد الشكاية بطريقة يعني سهلة حتى الأخير يعني حتى تكون تدبير ديالها بشكل نهائي. والخدمة الثالثة وهذه مهمة جدا هو تتعلق بتقييم التجربة ديال المواطنين في التعامل ديالهم مع مجموعة العمران بحيث أن أي مواطن إن شاء الله الرحمن الرحيم مشى لواحد الوكالة ديال العمران مجرد أنه تنتهي من الشغل ديالو في الوكالة تيدخل للمنصة الرقمية وتلقى واحد الطريقة سرية إلى عشرات من الأسئلة اللي يمكن له يجاوب عليهم وهذوك الأجوبة تطلعوا لمجموعة العمران تتم استغلالهم. وبهذه الطريقة هذه تمكننا أننا إن شاء الله الرحمن الرحيم نحسن من جودة الخدمات يعني بطريقة يعني مستمرة. وهذه الخدمة علاش مهمة؟ لأن غادي تخلينا أننا نشوفوا يعني التقييم ديال الخدمة ديال العمران من المنظور ديال المواطن ماشي من المنظور ديال العمران. هناك خدمة رابعة يعني موازية غادي نعلنوا عليها إن شاء الله في نكونوا في الندوة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى الله أن هذا البادرة هذه كما قلنا في الأول أنها تحسن إن شاء الله من القرب من المواطنين وكذلك تحسن من الشفافية ديال التعامل كما قلنا ديال مجموعة العمران مع المواطنين المغاربة. وشكرا.